من أجمل الطيور وأكثرها قرباً للإنسان، لطالما كانت مصدر إلهام للشعراء والكتاب الذين تحدثوا مطولاً عن شجاعتها وجبالها وكبريائها. هنا في هذه القاعة اجتمع عشاق الصقور من أكثر من 14 دولة من أجل المزايدة على اقتنائها والفوز بها في مزاد دولي من تنظيم نادي الصقور السعودي. طبعا المزاد الدولي لمزارع الانتاج الصقور حضر من نخبة الصقور في هذا المزاد، ولاحظنا أيضا تبادل الخبرات بين الصقارين في السعودية طبعا، وأيضا تبادلهم مع المنتجين المحليين وكذلك أيضا المنتجين العالميين. وأيضا هناك راح يكون هناك طبعا مزاد على 6 صقور. أسعار الصقور إلى تصاعد في هذا المزاد الذي تعرض فيه أرقى صقور العالم وأسرعها وأجملها. بعض الطيور فاق سعرها 50,000 دولار، أسعار يحددها الكثير من الشروط، لعل أبرزها معرفة مصدر الصقر وسلالته. سعيد جدا للمشاركة في المهرجان الأول لبيع الصقور في السعودية. المشاركون يمتلكون خبرات طويلة في تربية الصقور وأنواعها، ونحن متحمسون للعمل والتعاون مع نادي الصقور السعودي، وهي شراكة مهمة ومفيدة على مستوى رياضة وتربية الصقور. مهرجان بيع الصقور ينظر إليه عشاقه على أنه أحد الفرص الهامة لتطوير هذه الهواية ونشرها إلى فضاء أرحب والتوجه بها نحو الأسواق العالمية. رفيق الحل والترحال وأحد رموز الجزيرة العربية يجمع مربي الصقور من كافة أنحاء العالم في هذا المهرجان لعرض تجاربهم في الإنتاج والتهجين وسط تنافس محموم من أجل الحصول على النادر والثمين منها. علي الشريف، سكاي نيوز عربية، الرياض. شكرا لمتابعتكم، اشتركوا في قناتنا على يوتيوب.